أهلا بكم في تكملة كورس نيفيس وورك مانج. طيب، المرة دي في المحاضرة هنتكلم عن حاجة جديدة، هنتكلم عن إزاي أفتح أو أكسبورت NWC من الريفت. تمام كده؟ طيب، فأنا دلوقتي هفتح الريفت أهو، خلاص، وهفتح مشروع الريفت. طبعا كل فايل لوحده. يعني إيه كل فايل لوحده؟ يعني أنا عندي مثلا الدرين لوحده، الالكتريكال لوحده، المعماري، الاستراكشر، وهكذا. نفتح الاول الاستراكشر، فانا بفتحه كريفت عادي جدا. تمام، ادي كده كريفت اهو، وبفتح الفيو اللي هو اللي انا عامله اوريدي للنيفيس وورك. طيب، الفيو ده احنا طبعا بنسميه 3 دي فيو للنيفيس. يعني ايه؟ يعني بتعمل فيو وتسميه مثلا نيفيس. تمام كده. الفيو ده انت بتشيل منه كل اللينكات، يعني هنا بتشيل منه كل حاجه، خلاص. مثلا هنا مثلا بنشيل منه اللاينز، مثلا ما بنظهرش فيه اللاينز. الاوتوكاد كلها بنشيلها، خلاص. فاحنا الفايل ده او الفيو ده بيبقى فيو ما فيهوش غير الاليمنتس بتاعت الموديل بتاعنا بس. تمام كده، ما فيهوش غير الاليمنت بتاع الموديل بتاعنا بس. فده كده ادي الفايل بتاعنا. تمام، فانا على سبيل المثال بخرج نيفز للانشائي، فخلاص. تمام، طيب بيبقى عندي فايل اكسبورت ان دبليو سي، بس لازم تبقى مسطب اللي هو النيفز وورك اكسبورتر، لازم تبقى مسطبها. تمام كده، فدي كده اكسبورت ان دبليو سي، واللي بيخرج من الريفت هو الان دبليو سي. وهنا طبعا بتتاكد ان الاكستنشن ان دبليو سي، وبتبتدي مثلا تسيفه باي اسم زي ما انت عايز. هنا هو نفس الاسم اللي موجود اصلا، فانا عملت له ريبليس، خلاص. فكده بيبتدي يخرج الفايل بتاعي نيفيس وورك. يبقى دي كده ازاي اعمل اكسبورت من الريفت ان دبليو سي. خلاص، شكرا لحضراتكم.